السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، مصطفى، ازاي نقدر يعني سؤالي يعني هو ازاي نقدر نفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ يعني السؤال الواضح لحضرتك. كل مسألة بحسبها. السنة الحسنة ما لها أصل في الشرع وأمتها الناس فأنت تحييها، وهذا واضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من غطفان مجتاب النمور فرأى ما بهم من الفقر والفاقة، فقال عليه الصلاة والسلام أو قرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، وقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فجاء رجل بصرة فيها صرة مال فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه ناس على إثر ذلك، فاجتمع أمام النبي كوم من المال من الفضة وغيرها، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فكانت هذه السنة الحسنة. إذن أن رجلا أحيا الصدقة التي كادت أن تمات في هذا المقام الذي يحتاج فيه الناس إلى الصدقات، أحيا شيئا قد مات في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت الذي احتاج الناس فيه إلى الصدقات. وكما قال عمر: نعمة البدعة هذه، لما أحيا الناس قيام الليل واجتمعوا، وكان لهذا أصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما البدع الضلالة، الشيء المختلق في الدين الذي ليس له أصل في الشريعة في أمور العبادات. شكرا.